الجميل محمود جاد الله من مواليد بلده عنبته عنبته في فلسطين نشات في اسره تعتمد على الزراعه والحمد لله رب العالمين كان التعليم متواجدا في بلدتي حيث انني تعلمت المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه والأول الثانوي فقط في بلدة عنبتة ثم انتقلت إلى مدينة طول كرم في مدرسة الثانوية اسمها الفا... المدرسة الفاضلية الثانوية الحمد لله في تلك الفترة كانت الفرص للوظائف موجودة متوفرة خاصة في المملكة العربية السعودية ف من الثانوية العامة جاءت البعثة بعثة المملكة العربية السعودية إلى القدس وضعت اعلان انه هي ترغب في التعاقد مع مدرسين من خريجي الثانويه العامه. وفعلا اخذت كميات كبيره سنه 62 انا وصلت السعوديه 62 63 و 64 عملت في منطقه الافلاج. عينا في المنطقة في بلد اسمها أو مدينة اسمها ليلى وهذه المدينة اشتغلت فيها سنة وسنتين في قرى مجاوره وانتقلت بعد ذلك بعد ثلاث سنوات الى منطقه اسمها منطقه القصيم. القصيم هناك منطقه معروفه من اشهر مدنها عنيزه وبريده فاحنا كنا تابعين لبريده في بلد اسمها الرس ووردت طبعا هذه اصحاب الرس وسموهم الرس كما يقال هذا انه هذه هي الرس اللي وردت فيها ودرست فيها لغايه 64 و 65 و 66 انتقلت بعدها 67 إلى المدينة التي كنت أتركها مشين الطريق الصحراوي اللي هي الخرج فاشتغلت بالخرج أيضا ثلاث سنوات صار عندي عشر سنوات في السعودية انتسبت لي في سنة الثلاث وستين لجامعة دمشق لكن شو كان تخصصي في ذاك الوقت أو اختياري فلسفة وعلم نفس قعدت سنة أدرس فلسفة وعلم نفس لكن اصطدمت في واقع انه احنا بنعطل بعد امتحانات جامعه دمشق اذا معناته ما استفدتش فتركت وبعدها تزوجت تزوجت مبكر في ذاك الوقت وجدت انه زملائي يعني كلهم لهم رغبه بالزواج وبعدين يعني ظروف عائليه كانت الضفه الغربيه موجوده تحت الحكم الاردني او الاردن هي الضفه الغربيه ولهذا كنا احنا لما نرجع من السعوديه نرجع الى بلدنا رجوع عادي يعني ولهذا الزواج يكون بالصيف بالوتر عوده هالمغتربين فكانت تصير حفلات الزواج ولا والى يومك هذا طبعا الزواج بيكون هي في الصيف فالناس يعني متعارفين روح فلان او رجع فلان خلاص لابد انه يتزوج وتبين فتزوجت برجع لقصه الانتساب في سنة السبع وستين روحت الأردن وجدت في فراغ كبير يعني فقلت لابد من إيش من أرجع للانتساب مرة ثانية أملأ وقت فراغي والأحوال كانت الأحوال أنت في غنى عن معرفة لأنه أحوال كانت كل المهاجرين في عمان يعني عمان مليانة بشر يعني في ذاك الوقت كل اللي من خارجين من الضفة الغربية بدوا يرجعوا شوي شوي فامام هذا الواقع قلت خليني انت ارجع للانتساب فصدقت اوراقي مره ثانيه من لبنان وسجلت انا اللي اخ اسمه احمد اخوي سجل محاسبي لانه احنا تعرف الانتساب يا اداب يا اما هو الوحيد المحاسبي اللي ممكن تسجل فيه انتساب فسجلت والحمد لله انا درست دراسه جيده ونجحت وتخرجت سنه 1971 فوجدت فرصة أني أغير موقع عملي قلت إن شاء الله نحاول مع الكويت جماعتي في الكويت ابن عمتي أخوها لزوجتي وأخو إخواني كانوا بالكويت فاستشرتهم قالوا ما في مناك فقدمنا طلب والحمد لله رب العالمين موفق علينا وتعينت في الكويت سنة 72 73 وصلت الكويت ودرست في المرحلة الثانوية لغه عربيه طبعا تخصص لغه عربيه لانه المؤهل الجامعي يعني هو الذي اهلني لان اتعاقد مع الكويت الصحيح فالحمد لله رب العالمين قعدت 11 سنه في الكويت انجبت او اجاني بنت اسمها ريام الان في كندا في الكويت البعثة القطرية نزلت على عمان وقابلتهم في عمان كان في رمضان وكان دوري في المقابلة الساعة واحدة بالليل تقريبا الحمد لله رب العالمين رمضان سهراني الناس والبعثة عند السيدان تظلها للصبح يعني بعثة الله يجزاكم كان مدير البعثة محمد عبد الله الأنصاري رحمة الله على أبوه هذا محمد عبد الله الأنصاري صاحب اللي هو التقويم القطري دار التقويم القطري لأبو عمر اللي هو محمد عبد الله الأنصاري والحمد لله رب العالمين ووفق عليه من بين يعني كنت يعني ستة أخذوا ستة لغة عربية من بين سبعين واحد قابلوا طبعا ما في شك احنا مش مادح ما انك إن الخبرة اه والمقابلة كانت علمية المقابلة اللي قابلوني إياها أهل قطر أو البعثة القطرية كانت مقابلة علمية قراءة قصيدة وإعراب وشغلات كثيرة الحمد لله رب العالمين ووفقت وجيت على قطر والارتياح كان كبير جدا ارتياح من أول يوم 31 8 سنه 83 وصلت الى قطر استقبلونا في المطار والحمد لله وهيئوا السكن وهيئوا سكن منا مش مناسب يعني اكثر مما كنا نتوقع تعينت اول ما جيت هنا في مدرسه اسمها مدرسه التجاره وبقيت في مدرسه التجاره 20 سنه لغايه 2003 لما وصل عمري 60 سنه سن التقاعد تركت مدرسه التجاره وتركت التعليم بعد سنة من جلوسي رحت اشتغلت في مدرسة مدرسة الأندلس الابتدائية خمس سنوات تقريبا مشرف إداري في المرحلة الابتدائية هي تحصيل حاصل لأنه تعرف بعد سن التقاعد يعني يحتاج الإنسان اللي يمارس شغل حتى لا يدب فيه الكسل والخمول والجلسة الجلسة صعبة ما في شك أنه حتى سن التقاعد ما بنعتبره سن ياس ما بنعتبره سن ياس لأنه سن التقاعد هذا تحديد اداري او تحديدي انا متعارف عليه اما هو كالانسان يعني يستطيع ان يعمل بعد الستين يستطيع ان يعمل بعد الخمس وستين اذا الله سبحانه وتعالى اعطاه القدره ولا زلت انا عندي استعداد اني اشتغل لا زلت عندي استعداد اني اشتغل ويعني من المفارقات طول هذا العمر وانا يمكن مشهود لي في المدار في المدرسه انه المدير يتصل يقول انت نايم في المدرسه انا اول واحد اوصل المدرسه ما فيش نوم بعد صلاه الفجر والى يومك هذا أنا المدير وكان هو مشرف دور، كان مسؤول عن معلمي وطلاب الصف الرابع. منذ أن جاء حتى ترك المدرسة، الله ييسر أمره ويحفظه إن شاء الله، كان مسؤول عن الصف الرابع، الحقيقة كان يعني الصف الرابع متميز بأنه في له أب ساكن معه، ما يترك الم... ما يترك مكان عمله أبدا، يأتي من الساعة 6:30، صلي الصبح يمكن يتمشى على المدرسة، يجيب معه الشاي، يجيب معه القهوة، يجيب معه التمر، أحياناً أحياناً ساندويتشات ويجوا الزملاء وي... يعني مسوي أسرة مسوي أسرة في الصف الرابع حقيقة يعني عندما كان موجود كان سادد فراغ كبير جداً عندما مشى ترك فراغ لا يسد كان الأستاذ جميل حقيقة مواصلاً وطالباً للعلم وكان يستهويه كثيراً البحث في التفسير خاصة في النواحي البلاغية والنواحي نواحي الصرف ونواحي البلاغة والأدب وكان يسال فيها وكان يناقش المدرسين الحقيقه المختصين في اللغه العربيه وفي مجال العلوم الشرعيه في هذه النواحي. هذه المدرسه اسمها مدرسه التجاره، كانت مشغوله قبل في المعهد الديني. هذا المبنى اضيف كان معهد التدريب اضافه، ثم جئنا الى المدرسه هذه وفعلا كانت فصولها متسعة كانت المدرسة قديما تضم فقط أربع فصول في الصلاة القديمة وبعدها زادت إلى فصل صارت خمسة هذا أحد الفصول سابقا لكن هذا بذكرني أنا ب... أنا بذكرني في غرفة اسمها غرفة الكنترول كنا نسهر ليالي وإحنا في أعمال الامتحانات طبعا ومشغولين في التصحيح ومشغولين في رصد الدرجات فجي بعد العصر ونستمر الى ساعات متاخره من الليل، كانت يعني الصحيح فيها فيها بهجه وفيها سرور. هذه غرفه كانت اسمها غرفه الطباعه، هذه المدرسه ممتازه بمبناها وممتازه بتفصيلها وممتازه ايضا المام يعني اذا وقف اي واحد في الساحه يستطيع ان يراقب الفصول كلها او ان يستطيع ان يعني يطلع على الاعمال التي تجري في هذه المدرسه. افتقدت المهنه، افتقدت الوقفه بالصف، افتقدت التعامل مع الطلاب، افتقدت هذا الشيء لكن الان اذا قلت انا برجع اعمل بقول لك ما ما في مجال لك للعمل، ما في مجال للعمل لانه انت بلغت مرحله معينه ارتاح ارتاح هذا طبعا متعارف عليه هذا هذه العاده المتبعه ولكن انا لا زلت ك... قلت لك انا ما بعرف انا حتى بعد صلاه الفجر ما بنام بظنّي مستمر بهذا لكن يحبب الي ممارسه المعنى. ولا ولازلت انا ما انقطعت عن التعليم، ما انقطعت عن التعليم. ابدا مطلع على مناهج، مناهج المستقله ومناهج الحكومه والمناهج كلها مطلع عليها في التخصص اللي هو ايش؟ اللغه العربيه. معاملته معانا معامله يعني احنا اولاده مش مدرسين، يعني حتى اي مشكله في المدرسه بنروح له. هو بيحللنا لنا لنا سوى شكل مواد ثانيه ما تخصه هو مدرس لغه عربيه مواد ثانيه حاسوب ما حاسوب اروح اقول له انا ضعيفة يقول لا معليش شد حيلك يوصي على المدرس يعني مثل اب مش مدرس استاذ جميل كان يعتبر استاذ مربي صديق اب يجمع بين الاشياء هذه كلها وكان صارم بس كانت كانت صرامته في 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 محلها استاذ جميل معاه عصا يعني ما قد شفنا هالعصا يعني يستخدمها يعني يعني ما عاقب فيها طالب يعني على كثر ما بيستخدمها ونشوفها يوميا لكن ما قد يعني استخدمها للعقاب لكن لها هيبه لكن ما قد استخدمها العصا اللي بيشلها كان تعاملي معاهم تعامل فيه وناسه وفيه محبه وفيه موده مش مدرس ما يعني قلت انا اعتبرهم ابناء يعني ولا زالوا بيعاملوني معامله الاب لا زالوا بنفس التعامل ونفس المحبه ونفس التقدير يعني والصحيح يعني بيلاقوني بابتسامه بودعوني بابتسامه بالاحضان يعني ليش؟ لانه لا ينكروا دور الاستاذ جميل معهم كان في ايام المدرسه سواء القسم الليلي او القسم ايش؟ او القسم النهاري قسم المسائي معظمهم كانوا يعني بياخذوا الثانويه ويعدلوا ايش؟ يعدهم وضعهم الوظيفي واكثرهم ايش؟ من الشرطه منهم مدير جوازات مستشفى حمد مدير الجوازات اللي هو واحد اسمه ابراهيم السليطي منهم مدير من ضابط في المطار اللي بالمطار في الخروج في اسمه علي العبيدلي مدير البنك السد اسمه صالح المناعي ايضا مدير البنك يحب يتواصل مع الناس يسال عن الناس حتى لو ما يعني يسال شخباركم وين انت؟ سويت؟ وين وصلت؟ يعني يسالك حتى عن عن شغلك وين وصلت؟ وش تطورت فيه؟ وين وين الحين انت؟ يعني يسال حتى عن عيالك عن يعني ف جميل مثل ما قلت لك هو قبل لا يكون استاذ ومربي هو اب في النهايه واحنا نحترمه ونكن له كل التقدير والاحترام لا زال وان شاء الله العمر كله لنا وله ان شاء الله اللي بلتقي انا وياه بنرجع الذكريات هم مش ناسيين حتى حركاتي حتى كلامي لليوم برددوا كلام نفس الكلام اللي كنت اتكلم معه، طبعا الكلام اللي فيه مزح والكلام اللي فيه مود والكلام المحبه فكلام الأبوة كلام الحنان كلام التوجيه يعني أنا يعني أحدهم بلاقيني اسمه حمد فطيس حمد فطيس المري من المرة من جماعة ابن فطيس هدول الشاعر هذا الشاعر هذا دائما كل ما يلاقينه أمام قال ما حد فهمني اللغة العربية ولا حببني باللغة العربية إلا أنت يا أستاذ يعني في السعودية أنا سمعت في مرة في الأخبار أنه صار وكيل وزارة المالية اسمه واحد محمد عبد الرحمن البشام. ما بنسى هذا درسته سنة 62 دراسة مسائية، اسمه محمد عبد الرحمن آل عنيزة. لما سمعت الاخبار قلت سبحان الله العظيم وكيل وزارة مالية، طبعا هو ما صار بالابتدائي وإنما يعني ما خلص خلص الابتدائي وخلص الإعدادي وخلص داري. واستمر في تعليمه أكيد إلى أن خلص مرحلة جامعية حتى وصل إلى هذا المنصب. الاب في المدرسه غير الاب في البيت ما في شك طبعا الاب في البيت في العلاقه بينه وبين اولاده علاقه تختلف عن العلاقه مع الطلاب يحتاج الى اب باستمرار باستمرار يعني ملاحظهم من حيث واجباتهم من حيث نفسياتهم من حيث الاولاد قد يتغاضى عن ذلك ليش؟ لانه اولاده في محبه خاصه بينه وبين اولاده في موده خاصه وبعدين الفهم بين الوالد والاولاد غير الطالب مع مين؟ مع مدرسه ما في شك يعني في علاقه حميمه لكن العلاقه الحميمه الحميمه الخالصه بين الاب وبين ابنائه وبين غيره الاب الا ود يعني مصلحة ابنه يعتبر دائما الاب سعيد اذا كان ابنه احسن منه اذا كان طلع ابنه هو سعيد الاب وايضا نفس الشيء الطلاب يعني يحتاج الى طلاب انهم يكونوا في مراكز لانه هذول بيفتخر فيهم مفخره الوالد ميزته كان خلينا نحكيها انه كان يعطينا انه احنا نختار المجال اللي احنا بنحبه وان احنا بنحب انه نكمل فيه ما كانش يتدخل بموضوع اللي هي شو هي الفتره ما بعد الدراسه الثانويه من ناحيه دراسة الجامعه ومن مستقبله المهني لكن كان يحثنا على نقاط معينه انه بابا انت مسؤوليتك بكره حتكون مسؤول عن اسره فحاول تكون انت ماخذ الدراسه اللي انك تتوفق فيها انه تاهلك انك تفتح بيت وانك تكون تعيش حياه هنيه وحياه يعني مبسوط فيها يعني احنا الحين لما كبرنا عرفنا انه هو هو الصح واحنا اللي كنا غلط عرفنا ان اللي هو كان يسويه علشاننا احنا مش انه يبغي يعاقبنا وبس عرفنا اشياء وايد انه هو كل اللي كان يسويه يصب في مصلحتنا ما في شيء ثاني يعني المدرس مدرس هو يريد ان يمارس يمارس سلطه معينه ما بعتبرها السلطة هي لانه واجبه انه حتى ينظم الصف وحتى يهيئ الصف لا بد من انه يمارس سلطه معينه بال بالتهويش بالشد الصوت شوي يعني باي طريقه حتى يستطيع ان يؤدي حصته هذا اذا هذا ممكن يكون له انعكاس ايش في البيت ما في شك ولا هذا اولاد المدرسين معروفين لليوم هذا هذا انه يقول لك انت يا اخي ابوك مدرس اذا معناته بحط معها انه في غلظه وفي شده وفي حزم وفي ومش شرط مش شرط يعني انه يكون في لكن تقريبا شيء عام وفي استثناءات في استثناءات لاولياء امور اللي هم في البيت غير اللي هم المدرسين في استثناءات طبعا في الله سبحانه وتعالى هو عنده اللي بيخلق الصبر في الناس وبيخلق سعة الصدر وبيخلق الحلم الحلم هذا لابد أن يكون موجود لو يعني كان شديد على أولاده هو الأب دائما بيعتبر هذا لمصلحة الأولاد ما بيعتبرها أنه أنا بشد عليه لأعاقبه ما بشد عليه مشين أني أنا أهزه ما بشد عليه مشين أهينه لا هي عبارة عن مصلحة مصلحة الولد تكمن في هذا الشيء أيضا نفس الشيء الطالب لما أنت بتلفت انتباهه بالوسيلة وسيلة الحزم وسيلة الصوت وسيلة أي وسيلة أنت لا تريد من هذا الطالب شيء وإنما تريد أنه إيش لمصلحته أمي لما بدركوا هذا العمل بتغاضوا عن كل شيء بيصدر من المدرس بتغاضوا هم الطلاب عم لك خلاص هذا معروف الأستاذ هو يعني وده مصلحتنا ولا يمكن انه يفكر بالاهانه بعدين التحدي التحدي لا يجوز التحدي بتحدي برجال انت انا نضاء يعني علاقتي مع الطلاب ما علاقه تحدي حتى لو كان راسب، حتى لو كان ضعيف حتى لو كان بيتكلم ما في تحدي في وسائل كثيره جدا انك تخلي هذا الطالب انه هو يتقرب منك مش انت تبعده عنك لانه هم جيدين بالتحدي خلاص اطلع بطلع لانه هو وده يطلع من الصف بتصرخ عليه ممكن انه يجاوبك احيانا ليش؟ اذا بده يحترمك بده يقول كل... لك بده يقول لك يا استاذ لا تصارخ شيء لا استاذ لا تصارخ اولادك ما بيتكلموا معك لانه اولادك لهم نظام معين تربطك على علاقك... علاقه فيه اما الطالب وانا دائما اقولها حتى لقول المدرسين التحدي لا يجوز ما كنت احضر عند الاستاذ جميل ليش؟ لاني انا ما عاد احتاج الدرجات اللي عنده لان تعرف يعني مرحله اول ثانوي ثاني ثانوي في درجات وثالث ثانوي خلاص ما في اي درجه ما بي يعني المدرس ما بيعطيك يعني يا فانا صرت يعني يمكن اهملت حصتين ثلاث حص يعني من ثلاث حصص او من ثلاث من الحصص او فاهملت حصتين من عنده فعقبها كلمني او ارسل ارسل اخوي فقال له يقول حق مبارك يحضر صراحه انا بحزن ان مبارك ما اشوفه في الصف فانا صراحه بعد نفس الشيء فتاثرت يعني انها يعني كحرصه علينا فشيء غير طبيعي من السد جميل الطالب الآن يعني هذه العملية الصحيحة بيسال المدرس بيسال في مجموعات بل بل بتلقى إجابات بسجل ملاحظات عنده على الكمبيوتر هذه الملاحظة لها قيمتها عند الطالب ولهذا إنت شجع الطالب على إنه إجابة صحيحة شجع الطالب على نص إجابة حتى لو أجاب إجابة صحيحة هذا أسلوبنا اللي احنا بحاجه له بحاجه المدرس انه يتحلى باخلاقيات المهنه وفي نفس الوقت بحاجه الى طالب انه يحترم هذا المدرس لا بحاجه يعني الصحيح ما يخرج عن طور التربيه الحمد لله رب العالمين اولادي انا خرجت اولاد وما بس خرجت اولاد وانما خرجت مال وخرجت ثروه خرجت ثروه انا ما خرجت انا الان هم اولادي اللي اللي قائمين بواجبهم كامل نحوي ولهذا يعني في ناس تجار عندنا تجاره في ناس عندهم مصانع انا عندي اولاد الحمد لله رب العالمين اعتز وافتخر اني علمت وكسبت في تعليمي هذه الثروه هذا هو توفيري وانا دائما بقول أولاد الحمد لله رب العالمين وفرت اولاد وامام الناس كلهم آه الحمد لله ربنا بما انعم الله علينا هذا من مش مني فضل من رب العالمين الله هداني لتربيتهم تربيه جيده إيه مش ما هو علف ما علفتهم انا عجبني احد العلماء قال اشتكى احدهم قال ابني عاق قال له ليش قال له انا كنت أعطيك كذا واعطيه كذا واعطيه كذا, كذا قال له انت علفت ابنك ما علف ما ربيته التربيه ليست بال بال بالفلوس التربيه في تهذيب النفوس التربيه في تعلموا الاخلاق تعلموا دينه تعلموا خلقه تعلموا هاي التربيه حتى لا يكون او لا تكون انت سبب في عقوق اولادك لانه الاب احيانا له سبب الام لها احيانا سبب ليش لانه التعامل التعامل على التربيه بندم بندم في النهايه انه انا ما ربيت وهذه نتيجه عدم التربيه ولهذا الحمد لله رب العالمين ربيت اولاد كما تراهم ان شاء الله في غايه الطاعه والاحترام والتقدير وفي نفس الوقت التقدير الزمني يعني عارفين انه ابوهم لا يعمل اذا هم بسدوا مسده او بيقوموا مقامه في العمل هم, هم اللي الحمد لله رب العالمين النفقه منهم كامله والدي العزيز أطال الله بعمرك دائما ما الله يقدرنا نكافيك ولو بإشي بسيط والدي العزيز أنت فخر لنا وذخر وقدوة لإلنا ولطالما إحنا كنا عايشين إن شاء الله نكون دائما جنبك والله يقدرنا بس على تعويض جزء بسيط من اللي قدمت لنا إياه شكرا على كل لحظة قضاها معانا في توصيل معلومة لنا. شكرا على اشياء احنا تعبنا وفي نفس الوقت وصل لنا المعلومة وهو تعبان فيها. دائما احنا بنسعى بس انهم يكونوا راضيين علينا وبس ويسامحونا يعني احنا يعني طبعا اكيد الا الواحد يغلط في حق امه وابوه نفس الوقت هم حريصين انهم دائما يكونوا راضيين علينا واحنا هذا اللي بنتمناه دائما منهم ان يكونوا راضيين علينا باستمرار بنعجز وحنا نكتبها اذا كتبناها وبيخلص الكلام لو قلناها للاستاذ جميل نسال الله انه يمتعه بالصحه والعافيه فمدرس كبير مثل الاستاذ جميل ف يعني ودي اشوفه واحب راسه الحين هنيئا لك لما بذلت وهنيئا لما تركت من بصمة جميلة وعظيمة في نفوس طلابك ونسأل الله لك القبول قطر بالنسبة لي هي بلدي الثاني قطر بالنسبة لي هي المكان اللي يطمئن فيه ويستقر فيه ويسعد فيه هو وأسرته وأولاده إيه ما في شك انا يعني اتوجه بهذا بالشكر الى حكومه قطر والى شعب قطر والى دوله قطر كافه لانه يهيئ اجواء ممتازه جدا للقطريين والمقيمين يهيئ اجواء ممتازه جدا للقطريين والمقيمين وانا اشعر كاني ابن هذا البلد